السلام عليكم الأصدقاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم المشاركين ديال القناة. اليوم غندير معاكم في هاد الأيام المباركة ديال عيد الأضحى، يدخل علينا إن شاء الله بالصحة والهنا. غندير معاكم حلوة ديال التمر ولا معمول ديال التمر. بالنسبة للمقادير كيحتاج، درت انا 800 غرام ديال الزبدة عادية، درت الدقيق 3 ديال الطيسان ديال الدقيق ديال الحلويات. السلام عليكم مخدقيم، نهارا ان شاء الله مناسبة عيد الاضحى كيكون دقة الحلوى نطمع كيغاس. صافي كنعجنوها مزيان هكا حتى تكون ما تكونش قاسحه، لحقاش هاد الحلوه كتجيب لعبر تجيني. شان درتي كيلو ديال الدقيق، خصك دير كيلو ديال المانتيكا. انا درت كيلو كل أربع، درت 800 غرام ديال الزبدة، وهكا كتمشي هكا يعني بلابر حسن باش كتجي هي هاديك. صافي كنقسموها كوريات هكاك. كنديروها في واحد ميكا، كنخليوها ترتاح شويه. انت قصصيت كينه امين خضراثه، انت جيت انت جات ترتاح شويتي. صافي ديما كنعدل الحشوانيه الطماط. بالنسبه للطماط كاع في الزنجلان، كندير معاه الزنجلان شويه ديال القرفه وشويه ديال المانتيكا شويه ديال الزبده. بالنسبه انا ما كنستعملش الزبده تاع العبر، كنستعمل الزبده عاديه ومزيانه. صافي كان العجينه ديالنا ارتاحت، كنطلقوها كنقسموها هكا يعني كتجي متساويه بالعبر.
انا درتها غير بواحد الكاس صافي. هو هذاك كنشكلو العجينه، كنشكلو الحشوه ديالنا هكا كريات صغار، وكنصوبوها كنخدمو بالاصابع ديالنا. كنصوبوها كوريات متكيتنا من البقلاطين تي مزيانين. كنطلقو العجينة مزيان بالمدلك، يا العجينة يعني دغيا كتطلق غير بوحدها. صراحة كيجي لذيذ، كيجي بنين. كندخلوها، لا تنديروها يعني باقي نطبعوها، كنطبعوها هكاك قبل ما ندخلوها الفران. كنطبعوها بالمرشم قبل ما تنسي الفران، نعدي من الطبع طابعين تكاسارن باش يتغيما من الرشميس. الا بغيتو ديروا عليها السكر قبل يعني ما تدخلوها، انا حتى كنخرجها من الفرن كنص كنخليها هكاك ونص كندير عليها السكر، يعني ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف. حتى في الدار ما كيبغيوش الحاجه اللي هي حلوه بزاف. مش درت خصمه تحضر يعني يسقم السكر قبل ما تسيف مع الفرن. يغم بعد صافي، هي الحلوة ديالنا بعد ما دخلنا الفران كي جات كتجي بنينة وطيبة. صافي هاكا باستي لنا الحلوة لنا نسكا شي حاجة قليها السكر، ياكا شي حاجة نسكر كلاصي. الفرن يتاوي تقريبا 20 دقيقة، ولكن كل واحد الفران ديالو. كنتمنى ما تنسونيش ديروني الاشتراكات واللايكات، ونتمنى يدخل عليكم عيد الأضحى إن شاء الله بالصحة ولهنا، وديلو صلة الرحم اللي هي أساس ديال العيد الكبير. مشيو العائلة والجيران وديلو صلة الرحم بيناتهم. هي ما كتجينيش داك الرشم كيبقاش كيبقاش يعني قليل اللي كي شويه وصافي. صافي كنجمعها في واحد لابواط بالومنيوم، هي كيما كتجي الداخل.
تفرح بالجنجلان، كتجي واعره بالجنجلان. هيا